انا بحكيكم التستس. فقال التستس في السكروتم. السكروتم ده عباره عن انتاوش من الابدون. وهذا الفرق انفايدد انت تو ارمز. كل هاف في تستس وفي ابيديمس والباص واللور بارت بتاع مستر مابي. هذا الاسكروتم اللي هو مغطي السكين، والسكين كاركترستيك ليها انها كوريجيتد مكرمشة، لأن under the skin there is a muscle. هذه المصل تسمى داركوس مصل. تحت السكين داركوس مصل. هذه الداركوس مصل ده هي supply the sympathetic nerves. Once stimulation يحصل فيه رينكلينج. كرمشة رينكلينج of the skin of the scrotum بيبقى corrugated ودي supply the sympathetic nerve. دارك في الكولد ويذر يحصل لها stimulation، عشان كده بالكونتراكت ابص الاقي السكروتم سايز بقى سمولر وريز التستس ابورد توورز ذا abdomen عشان تو مينتين ادكوت تمبريتشر فور ذا تستس فور سبرماتوجينيسيس. لان سبرماتوجينيسيس مهم جدا ان التمبريتشر بتاع التستس تبقى اوبتيمال. في الكولد في الهوت ويزر ابص على المصل ريلاكسد، ابص الاقي السكروتم بقى انلارجد. ليه؟ عشان تو اميت تمبريتشر ثرو اتس وول، ايضا تو كيب تمبريتشر اوف التستس عشان السبرماتوجينيسيس. فدي الداركوس مصل. تالت لاير بتغطي السكروتم ده عباره عن فاشيا جايه من انتور ابدومينال وول، وهذه الفاشيا بتسمى كوليز فاشيا. كوليز فاشيا دول التلاته لاير المغطين او بتاع السكروتم نفسه. في لاير تانية، هذه اللاير ده هي ملهاش دعوة بالسكروتم بس تعتبر أيضا لايننج للسكروتم، لكن لها دعوة بالديستس. ادي الانتيرور ابدومينال وول اهو. ادي حاجه اسمها الانجوينا ليجمنت، وعلى الانجوينا ليجمنت في قناه هنا اهو هكبرها بس هي مش كبيره قوي كده. هذه القناه ده بيسموها الانجوينا كانال. الانجوينا كانال ده هي لا فتحه في الابدون، هتاخدوها في الـ في الجي اي تي. خدتوها معاك امتى ده؟ انجويل الهرنيا والليجامنت كله اخذناه معانا. انا مش هختاركم؟ لا لا طيب هذه الرينج ده هي بيسموها الانترنال رينج، وخدت لكم اللايرز اللي داخله من طالعه منها؟ لا بس عادي دكتور تشرح لنا. ايوه ودي الانجوينال كانال، ودي السوبرفيشال انجوينال رينج، ودي اللي داخله في السكروتم. فتحه في السكروتم. فالديب رينج ده هي فتحه في الابدون. والانجوينال كانال. المايك يا دكتور مو مفتوح. ها؟ المايك مو مفتوح، مو سامعين ورا. اه مش مفتوح صح. ما ممكن اقفله كل شويه.
فدي برينج دي فتح في الابدوم وسوبرفيشال رينج فتح في السكروتا. الديسز اصلا اتكونت في الابدوم في اللامبر ريجن ودي مهمه جدا واتاتش للور بوردر بتاعها كان في الجوبرناكلم والجوبرناكلم ده كان ماشي في الانجوينال كانال ويروح يمسك في القطن بتاع السكروتا. عرفناه ده الجوبرناكلم. ده عباره عن فايبرو ماسكولار باند بيكون دراك عشان يشد الدستس يدخلها في السكروتا. تمام خلي بالكم الدستس وهي نازله ده البريتونيوم اهو. الدستس وهي نازله بتيجي شاده البريتونيوم معاها. ابص الاقي الدستس نزلت كده اهو في السكروتا اهو. ومعاها البلاد فيسلز بتاعتها ومعاها الليمفاتكس بتاعتها ومعاها النيرفز بتاعتها وخدت جزء من البريتون قدامها. ثالث وهي نازله شدت البريتون معاها وعملت ساك لان اصلا البريتون مقفول. هذه الساك ده هي في سموها بروسيسس فاجينالس. والله ما انتش فاهمين حاجه. بروسيسس فاجينالس. البروسيسس فاجينالس ده هي عباره عن ساك من البريتونيوم. وهي نازله شدت الساك ده اهي. شدت الساك معاها اهي. دخلتها معاها. وهي تسس نزلت بقى في السكروتا مكانها. فاهمين حاجة؟ ها؟ بس لسه وهي نازلة شدت البريتون. البريتون ده ساك مقفول فلما شدت طو شدت الحتة دي. فتنت شدات 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 لغاية ما دخلت في السكروتا. أصبح في ساك اهي من البريتون دخلت معاه. ها؟ ده نورمال. بيسموها بروسيس فاجينالز. دكتور هذا الباند اسمها جوبرناكيولا. جوبرناكيولا. انترنال ولا ايش هذا الانت؟ ايه؟ جوبرناكيولا دي الانترنال رينج. دي سوبرفيشال انجوينال رينج. ركزوا. يبقى البروسيس فاجينال ده ساك من البريتونيوم دخلت مع التستس وهي داخله في تظل زي ما هي وتحوط الدستس ودي بيسموها تيونيكا فاجيناز. وبقيت كل الساك البروسيسر بيحصل لها اوبليتريشن وتسمى اوبليتريتد بروسيسس فاجيناز. ده نورمال. الا الحته اللي هتحوطها تسس دي بيسموها
الايه التونيكا فاجينيس تبقى ليتن وعلى تسس محوطات تونيكا فاجينيس. طيب التسس وهي داخله من الرنج ده هي ومعاها البلاد فيسلز بتاعتها والليمفاتيك بتاعتها الديب رينج ده اللي بعت ليا المغطياها الديب رينج دي بعت ليا المغطياها هذه اللي هي الدهية بتسمى الانترنال اسبرماتيك فاشيا الانترنال اسبرماتيك فاشيا وبعدين وهي ماشيه في القناه الاقي في مصر نازله محوطاتها هي والفاشيا بتاعتها تسمى الهيكريماستريك ماسل الفاشيا وهي طالعه من الرينج الاكسيلا رينج ده بتغطيها بنظر فاشيا الاكسيرنال اسبرماتيك فاشيا هي اهم حاجه بس تعرفوا ان ايه ان في ثلاثه لير مغطين التستس في الانترنال سبرماتيك فاشيا كريماستريك ماسل اند فاشيا والاكسترنال سبرماتيك فاشيا السكروتم اللي هو كان فين السكروتم ابص على السكروتم اهو ادي التستس اهي وادي التونيكا فاجينالس اللي عليها اهي اللي ايه جزء من البريتون ولكن مغطية بيه الانترنال سبرماتيك فاشيا والكريماستريك ماسل اند فاشيا والاكسترنال سبرماتيك فاشيا وبعدين هنا هو السكين والداركوس ماسل وهنا هو الفول فاشيا فاهمين حاجة؟ ولذلك الليرز بتاعت السكان بتاعت السكروتم اقول على طول سكين كريماستيك ماسل كول فاشيا اكسترنال سبرماتيك فاشيا كريماستيك ماسل اند فاشيا انترنال سبرماتيك فاشيا كل ده كله لايننج السكروتم اللي مغطي التستس من جوه كلينيكا فاجيناس وبعدين انترنال سبرماتيك فاشيا كريماستيك ماسل اند فاشيا اكسترنال سبرماتيك فاشيا كول فاشيا داكتوس ماسل السكين دي الليرز اللي مغطيها التستس انا شرحتها بس نوت عشان فيري امبورتنت البروسيس فاجينال اللي فيها مشكله كبيره جدا انا اعرف والبروسيس فاجينال اسمها ايه ساكن البريتوريا سحبتها معايا المفروض كلها سلا بروتريشن على الحته اللي قدام التستس فسماها تيونيكا فاجينالس تمام كده؟ تمام الحته ده اهي؟ بس لا مش عايزين اكتر من كده اما بالنسبه للتسس تسس اهي بتغطيه بكبسول بتاعتها الكبسول بتاعتها اسمها تيونيكا البوجينيا لكن الساك اللي قدامها كده اهو اللي هي كانت جزء من البريتون دي اللي بيسموها مين؟ التونيكا ايه؟ فاجينالس التونيكا فاجينالس هبص الاقي انترولاترال او انتيرو للتستس على تونيكا فاجينالس انتيرو لها بوستيرو لها على الابيديدمس بوستيرولاترال على الابيديدمس الهيد بتاع الابيديدمس وادي الكود بتاع الابيديدمس وادي التيل بتاع الابيديدمس دي الابيديدمس لا الهيد والبودي والديل
بوستر لاترال للتستس، بوستر لاترال للتستس، وما بين الابيديدرمس والتستس في سبيس، هذا السبيس ده هو اسمه ساينس اوف ذا ابيديدرمس. دي الريليشن، المين ريليشن بتاع ادي الديسس، بيطلع من التيل بتاع الانديدرس الفاز، والفاز بيبقى ماشي ميديا للديسس، ودي داخل في السرماتيك بوينت ده الفاز اللي بيحمل الفاز ريفرنس. ريفرنس اس ده الريليشن بتاع الديسس، والتست دي موجوده هي الابيديدرمس والبيجيننج بتاع الباص موجوده انسايد ذا سكروتا. طيب بالنسبة لي البلاس سبلاي بتاع التستس واللي فاتت الرينج بتاع التستس اصلا من قبلهم كانت منين؟ من اللمبر ريج وقعد السكروتا مع بعض وقعد التستس نازلة، كانت جاية من اهوت ونازلة من اهوت ماشية لغاية معصر جديد السكروتا، عشان كده البلاس سبلاي بتاعها الاخيرة طالع من اللمبر ريج، طالع من الابدومينال اورتا ات ذا ليفل اوف ال1 الليفل بتاع ترانس بالوري بلين. ده تستيكولار ارتر. وان تستيكولار ارتر. برانش من الابدومينال اورتا ات ذا ليفل اوف ال1. طبعا من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه. الفينس رين. ابص الاقي الفينس رين بتاع التستس دهيت عامله بلكسس اوف فينز، بلكسس اوف فينز، هذه البلكسس اوف فينز دي داخله في الانجوينال كانال، وهي في الانجوينال كانال دي طالعه منه از وان فين ستيكولار فين، الناحيه دي والناحيه الثانيه برضه عامله برضه بلكسس اوف فينز اللي طالعه داخله في الابدومين از وان ستيكولار فين، هذه البلكسس ده هي بيسموها بامبيني، بامبيني فور لكسس اوف فين، وده التستيكولار فين، وان تستيكولار فين بيطلع من الدي فين، الرايت سايد يروح للانفيريور فينا كيف، لكن الليفت سايد يروح للليفت رينال فين زي الاوفر بالظبط، ليفت رينال فين هنا في الانفيريور بينا تيك اوفر بالظبط. فالتستيكولار ارتري وان اكتر عن الابدومينال اورتا ليفل اوف ال1، لكن الفيز بتاعت التستس تعمل بامبيني فورم بلكسس اوف فينز، بلكسس اوف فين، وهي جوه الانجوينال كانال تتحول لوان سنجل فين، رايت تستيكولار فين ليفت تستيكولار فين، وزي الاوفر بالظبط الرايت تستيكولار فين هروح للفيرو فينا كيف، لكن الليفت هيروح للليفت رينال فين، فيري امبورتنت. تمام. اما بالنسبه للليمفاتيك درينج بتاع التستس لازم اعرف طبعا هتمشي مع الارتري لغايه ما توصل للاورطة وهتمسك في البارا اورتيك ليمف نود زي الاوفري برضه، بارا اورتيك ليمف نود عند الليفل بتاع ال1 الليفل بتاع ترانس بايلوريك بلين، ده اللي فاتت رينج بتاعي الايه؟ التستس. فيري امبورتنت ان انا اعرفه، وفيري امبورتنت نعرف البامبين فورم، وفيري امبورتنت اعرف باراوتيك ليف نود، وفيري امبورتنت الليفل بتاع باراوتيك ليف نود، فيري امبورتنت تستيكولار ارتري، دي كلها very important.
جيت الاستراكشر بتاع هذه الديسس، هلاقي الديسس اهي متغطيه بالكبسوليا تونيكا البوجينيا وكيلوت البوجينيا بتبقى على السته، بتقسم للديسس انتو لوبيول، وكل لوبيول في سيمينيفرس تيوبيول يا اما واحده لغايه ثلاثه سيمينيفرس تيوبيول اللي هي سيمينيفرس اللي هتعمل السبيرمز، وكل سيمينيفرس تيوب بيفتحوا كلهم مع بعض في منطقه هنا اهو بيسموها الريد استس، بتفتح كل السيمينيفرس تيوبيول وتنزل السكريشنز بتاعتها بما فيهم السبيرمز في الريتس. الريتس يطلع منها داكتس او داكتيولز، هذه الداكتيول تيجي داخله في الهيد بتاعه الابيديرمس، دي بيسموها افرنت داكتيولز، والسبيرم تيجي رايحه فيه، والابيديرمس ده عباره عن كويل تيوب، الفايده بتاعتها ستورج اوف ذا سبيرمز، ومكونه من الهيد والبودي والتيل، والتيل طالع منه الباص ماشينيه للتستس وبيكاري السبيرمز عشان يوصلها للبروستاتيك فاهمين حاجه؟ طيب ادي الديسس اهي متغطيه بكبسول، الكبسول بتبقى على السته، تقسم للديسس لكومبارتمنت بيسموها لوبيولز، كل لوبيول في سيمينيفرس لوبيول واحد اثنين ثلاثه سيمينيفرس، كل سيمينيفرس السكريشنز بتاعتها بتتجمع في الريد ديسس، منطقه في الديسس بيسموها ريد ديسس، يتجمع في سكريشن في بيرفول اند سبيرمز، يطلع من ريدس الدكس، ما لازم توصل الدكس دي الفاس، توصل الدكس السبيرمز توصل الفاس ازاي؟ فالافرنت داكتول ده تختلف توصل للهيد عشان الريدس، والريدس كلها عباره عن وان تيوب وان كويل تيوب بيمشي فيها السبيرمز وبتعتبر ستورج للسبيرم، يطلع منها الفاس يمشي ميديا للتستس والغاز يمشي يدخل في الابدومن لغايه ما يوصل للبروستاتيك يوريثرا عشان ينزل سبيرمز في البروستاتيك يوريثرا. فاهمين حاجه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ وان الانيدمز ديت عباره عن هيد وبودي وتيل، وما بينها وما بين التستس في الساينس اوف ذا انيدمز. البلاس سبلاي والليمفاتيك درينج والفينوس درينج بتاع الابيديدنس والتسس ار ذا سيم. ار ذا سيم. الليمفاتيك درينج بتاع الابيديدنس ورا ورا الفينوس درينج بتاعت على الرايت سايد والليفت سايد. ده الايه؟ الابيديدنس. لو خدت سيمينيفراس تيوبيولز ادي سيمينيفرس تيوبيول واحدة اهي، وجنبها تانية سيمينيفرس تيوبيول تاني اهي مش هكملها، وفي سبيس ما بينهم. السيمينيفرس تيوبيول ده هي فيها تو تايبس اوف سيلز، في سيلز بيسموها سبرماتوجونيا، هذه السبرماتوجونيا ده هي اللي هتعمل لي سبيرم سبرماتوجونيا، ولاقيها راوندد وداركر، هي دي اللي هتعمل لي برايمري سبرماتوسايت، هي اللي هتعمل لي سكندري سبرماتوسايت، هي اللي هتعمل لي سبرماتيد، وفي الاخر تعمل لي السبيرم. سبرماتوجونيا راوندد سيلز داركر بالكلر،
وهي دي اللي هتعمل لي البرايمر سبرماتوسايت والسكند سبرماتوسايت والسبرماتيد. شفت خاطر السبرم فورميشن في الامبريولوجي وهيتعمل الستانس. از السيلز هي في جنبها سيلز ثانيه. السيلز ده هي اتاتشد للبيزمنت ممبرين والنيوكليوس بتاعتها اوفال والنيوكليوس بيربنديكولار تو ذا بيزمنت ممبرين، وهذه السيل لازقه في السيلز اللي جنبها وعامله زي شجره الكريسماس. هذه السيلز ده هي اسمها سيرتولي سيلز. هذه السيرتولي سيلز ده هي فايدتها نمرة واحد النيوتريشن بتاع السبير. نمرة اتنين هي اللي بتعمل لي البلاد كريستس بارير. دي المين فانكشن بتاعتها السيرتولي سيلز دي النيوتريشن وتعمل الايه؟ البارير. في سيلز ما بين السيمينيفراس تيوبول، السيمينيفراس تيوبول ده هي بولي هيدرال سيلز. ادي البولي هيدرال سيلز ده هي والسيتوبلازم بتاعها اسينوفيليك احمر. وفيها فات دروبلتس والنيوكليس بتاعتها لارج ومور برومنانت وبرومنانت نيوكليولاس. هذه السيل ده هي بيسموها الانترستيشيال سيلز اوف ليدنج. انترستيشيال سيلز اوف ليدنج دي اللي بتفرز لي التستوستيرون او الاندروجين. دي اللي بتفرز لي الاندروجين اللي بتطلع من التستس. انترستيشال سيل اوف ليدنج دي هي بتفرز تستوستيرون هرمون، لكن السيرتولي سيل نيوتريشن وبارير والسبرماتوبول هي دي الاستراكشر بتاع الايه؟ السيمينيفراس سيلز. يعني هلاقي برضه سيلز اللي هو جنبها وفي سيرتولي سيلز برضه اللي هو وسيلز اللي جنبها ودي عندها برايمري سايت ودي سكند سايت وسبرمات وهكذا. البيزمنت ممبرين بتاع السيمينيفراس سيلز يعني واصل لغايه امتى؟ انما السيل دي مش لازم مش ماسكه، عشان كده دي ماسكه في البيزمنت ممبرين، وعشان كده عامله زي الشجره والنيوكليوس ساعتها اوفل وعموديه على البيزمنت ممبرين. وده نيوتريشن للسبيرمز وتعمل باريير. انما الانترستيشال سيل اوف ليدي تستوستيرون هرمون فورميشن. فاهمين حاجه؟ ايوه ولا مش فاهمين؟ فاهمين. طيب ندخل بقى في اللي ماتش. بس دكتورة السيرتولي سيلز هذه بلاد تيست بارير كيف يعني؟ في شيء مهم يعني ايه؟ انت عارفه بلاد تيست بارير عباره مثلا بلاد اهو. يعني مثلا بلاد الداخل يغذي التيست من جوه وادي السيمينيفرال سيلز وادي الانترستيشال ده السيرتوليسين، لكن دي مش هتاتش اللي هي سبرماتوكونيا مالهاش دعوه بالبيزمنت ممبرين. فعشان الاستراكشر من البلاد فيسل يدخل جوه السيمينفراستيديول لازم يبقى فيه حاجز، الحاجز ده الوول بتاع البلاد فيسل البيزمنت ممبرين والسيل ده. عشان كده بتشير كبارير ما بين البلاد وما بين جوه السيمينفراستيديول بارير، عشان مش كل حاجه تدخل في التستس وتبوظ النفراستيديول. يعني بقيه الممبرين ما هيدخل منه حاجه الا بس عن طريق السيل هذه. لازم، لان ده جزء من البارير. كويس، كفايه قوي كده على الايه؟ على السنفراستيديول.
طيب نيجي لثلاث حاجات فيري امبورتنت في التستس. نمبر 1 هايبو سيزي. هيزوسيل كيلمائية. أبص لها في أطفال، تبص لها الطفل مثلا لسه مولود بقاله شهر والتست بتاعته ورم قاتل كده اهو، يروح للدكتور يقول له انت عندك عنده هيدروسيل. هيدروسيل يعني ميه موجوده في الكيس اللي قدام التست. مين الكيس اللي قدام التست؟ التونيكا فاجينال. التونيكا فاجينال دي كانت اصلا التست اهيت وادي السبرماتيك كورد اهو اللي شايل ايه البيسلز والنيرفز والحاجات دي كلها. وكان مين اللي هنا اللي كان نازل باوش كده هو التونيكا ايه؟ اللي هي الساك صح؟ فاكرينها ولا لا؟ ايوه. التونيكا فاجينالز دي حسب موقفها، لو التونيكا فاجينالز ده هي ما حصلهاش اوبلتريشن يعني بيتا تونيكا فاجينالز، بيتا تونيكا فاجينالز، لو اتكونت ميه حوالين التستس الميه ده هي اهي الميه ده هتبقى كوميونيكيتنج مع مين؟ مع الأبدون، ويسمى في هذه الحالة كونجينيتال هيدروسيل. كونجينيتال هيدروسيل بيتا بروسيلا فاجينالز، وتكون فلويد في قدام التس اهو في التونيكا فاجينالز اهو، لكن التونيكا فاجينالز ده هي اسكونتينوس مع الجنبر تونيكال اللي بيسموها كونجنتال هيدروسيل. هذه الكونجنتال كاركترستيك ليه، تبص تلاقي الام تيجي تقول لك بالليل وهو نايم ابص الاقي الورم ده خف بقى اقل، لكن لما يقوم بالنهار ابص الاقي بيزيد، ودي كاركترستيك للكونجنتال هيدروسيل، لان لما بينام بالليل الفلويد بيرجع تاني لمين؟ للجنبر تيركاب تاني، الطريق مفتوح. فبص الاقي كاركترستيك ان هي ديكريز ات نايت دورينج سليب، فلو هو نايم اكشف عليه كده اهو الاقي الايه الورم قل، لكن بالنهار ابص الاقي ازاي ده كونجنتال مين؟ هيدروسي، لانه اتس كوميونيكيتنج وذ جنرال بروتيكتر. تمام. في ساعات ابص الاقي الحته اللي في المولد الكلام كلها مقفوله، لكن الحتة اللي في السكروتم كلها مفتوحة، فأبص ألاقي يتكون الفلويد قدام التسس وقدام الاسبرماتيك كور اللي هو شايل البلاس سبلاي والليمفاتيك وشايل، وأبص ألاقي السويلنج موجود على التسس وعلى الاسبرماتيك كور. دي بيسموها infantile hydrocele. دكتور بتنسميها infantile؟ infantile hydrocele لأن الاثنين اهو. لما تمسك مع السبرماتو لما يبقى الجزء اللي هو في الوانا كانها كله مقفول، بس الجزء اللي داخل في السكروتم كله مفتوح. نمرة ثلاثة. ممكن أبص ألاقي ده كله اتقفل أهو. وده اتقفل من فوق برضه وساب حته في النص اهو. وعمليه السيست وكبرت لما تكون فيها ميه عمليه السيست، وهذه السيست موجوده في السبرماتيك كورد لانها ريت السبرماتيك كورد مش موجوده على التست ولا موجوده في اي حته على السبرماتيك كورد، يعني احس على التست مفيش حاجه، اطلع على السبرماتيك كورد الاقي فيه كلكيعه. دي بيسموها insisted
هيدروسيل. انسيستد هيدروسيل. انتوا معايا؟ الانسيستد هيدروسيل ده هو انتوا فاهمين يعني ايه سبرمانتي كورن؟ فاهمين؟ والسيست ده موجوده في مين؟ في السبرماتيك كورن. وانسيست لانها لوكالايز، اللي فوق مقفول واللي تحت مقفول، هي دي اللي مفتوحه. وسموها انسيست هيدروسيل او هيدروسيل او سبرماتيك كورن. كاركترستيك ليه ايه؟ لو حسيت انا عليك اللي هو ممكن احركك يمين وشمال. صح؟ حركه ده حد. احركه يمين واحركه شمال. لكن لو شديت التستس لتحت واجي احركه الاقيه ما بيتحركش. ليه؟ لان انا شديته. ودي كاركترستيك للايه؟ انسيستنت هيدروسيل. والله ما انتوا فاهمين حاجه. دكتور بس هذا السيس مو في السبرماتيك كورش، نفس التونيكا فيجينايتس صح؟ ما التونيكا فيجينايتس جوه السبرماتيك كورش. السبرماتيك كورش شايل كله. شايل البوسس فيجينال، شايل البيسل، شايل النيرفس، وشايل الليمفاتكس، وشايل كل ده كله جوه السبرماتيك بما فيهم البروسس فيجينالز. فالفتحه السيست هي تبقى جوه السبرماتيك كورد، تحس على السبرماتيك كورد المكور ده اهو. احركه تتحرك، او اشد التستس لتحت عشان اشد السبرماتيك كورد، اجلاتها الاقيها فيري ليمتد. اعرف ان التستس دي بتاعتي دي موجوده في السبرماتيك كورد. وده ما يقول ده انسيستنت هيدروستيل اللي هو صناعه الكورد. فاهمين حاجه؟ ايوه. طيب النوع الثاني ابص الاقي كله قافل كله بقى نورمال ومفيش غير التيونيكا فاجينال، وتكون الفلويد جوه التيونيكا فاجينال، ده اللي بيسموه فاجينال هيدروستيل، واللي بيسموه ادلت هيدروستيل. وده الهيدروستيل اللي بيحصل في الناس الكبار. الاقي الفلويد اكيوميتد في تونيكا فاجينالز ومحوط على التستس بس، الكورد الاقيه ما فيش حاجه واقدر احس الكونتنت بتاعه السبرماتيك كورد، احس فيه الفاز هو ماشي لان ما فيش حاجه خالص، وكل الفلويد موجود في تونيكا فاجينالز. ده اللي بيسموه فاجينال هيدروسيل. الفلويد ده ممكن يجي ايديوباسيك لله في لله، ويوجوالي 90% منه ايديوباسيك. ممكن يكون في ديزيز في التستس، كارسنوم اوف ذا تستس، ودي عامله افيوجن تي بي اوف ذا تستس، ابيدلوم اوركايتس التهاب في التستس يعمل لي الفلويد ده ويعمل لي الهيدروسيل ده، ويوجوالي ايديوباسيك لله في لله، ما حدش يعرف سببه ايه. ويتكون ابص الاقي التستس تيجي تعمل لها الترا ساوند تلاقي ده فلويد موجود في التونيكا فاجينالز. تلاقي ايه؟ الهيدروسيل وانواع الهيدروسيل وكاركترستيك بتاع كل نوع. البتاع ده ليميتد للتست. السبرماتيك كورد از فري. السبرماتيك كورد احس فيه الكونتنت مفهوم الفاس، الفاس بيبقى يتحس. يعني لما مسكت السبرماتيك كورد وقعدت امسك هلاقي حبل جواه اللي هو السبرماتيك الباص، احس ان مفيش حاجه لان انا حاسس الكونتنت بتاعه، يبقى كل المشكله كلها تحت. فاهمين حاجه؟ لكن هو تعمل لي جامبي فورم بلكسس
دخلت للوان الجنان ستيبلر بين هيروح للانفيريور هنا كيفا صح ولا لا؟ ايوه صح؟ يوجوالي الليبس ديستس ات اللور ليفل عن الرايت ديستس ده نورمال لان الليب ديستس نزلت فيرست الاول عشان كده الاقي السكروتم الرايت هاف اوف السكروتم اعلى شويه من الليفت هاف اوف السكروتم دي حاجه حاجه ثانيه في ناس ابص الاقي الا دكتور السكروتم بتاعي او الكيس ده هو ابص الاقي تحت at a lower level hanging down وعليه عروق زي الديدان كده اهو وعليه عروق وانا ماشي الاقي فيه بين اكنه بيشيل بين نازل لتحت ولو كحيت الاقي فيه سريل يعني نغبشه عارفين سريل؟ عارفين القطه لما بتيجي تنيميها على رجلك تعمل حركات كده يعني صح؟ تعمل صوت او صوت ده هو سريلي لو عيني كح وحط ايديك على السكروتم تعمل نفس النغمشه بتاعت الايه؟ القطه دي بيسموه سريل فيجي عيني يقول دكتور قال لا الكيس النص ده hanging down more و there is worm like structure on the surface وبعدين في دراجنج بين بين بيشد لتحت وانا ماشي وبعدين لو كحيت الاقي في نقبشه او حتى الاكزامينر لما يجي يكشف عليه الدكتور ويقول له كح يلاقي في سريل وبعدين في القلع بقى من كده يقول لك انا ما بخلفش ده بيسموه فاريكوسيل دوال الخصية الفاريكوسيل ده هو ما هو إلا عبارة عن دايلاتيشن للبامبيني فورم بلكسس اوف بين بامبيني ولا تغديني بامبيني فورم بلكسس اوف بين ما هو ده الفاريكوسيل البامبينيفورم اللي هي الفينس رينج بتاع التستس حصل لها دايلاتيشن وحصل لها الونجيشن وتورشوستي عامل فاريكوز فين؟ فاريكوز الونجيتد تورشوس وايد فينس في البامبينيفورم الاقي التستس حواليها كلها البامبينيفورم دي عشان كده الليفت سايد ده هو بيبقى هانجنج داون ايه بينزل تحت لان التقل بتاع البلاد عشان كده بلاقي دراجنج بين البلاد اللي بتحوش بدليل البامبينيفورم والتكسس دي وعشان كده بلاقي السريل عشان الكحه تروح توصل ليه لهذا البلاد بيسنس للفاريكوزين والاقي بص للعيان الاقي السايد اوف سكروتم يوجوالي في الليف سايد يعني مور فيري كومن الليف سايد لاسباب مش مهمه لاسباب كتير لاسباب كثيره لكن مهم اكتر في الليب سايد ولاقي السكيب بتاع السكورتم هانجنج داون وعليها دايليتد ستراكشر لايك وور لان دي فينز تخينه دايليتد ولاقي في دراجنج بين عم بيحسوا وممكن ايه سريل لو دورينج اكزامينيشن احط ايدي عليه واقول له الاقي فيه سريل وممكن يكون ده كله ولا حاجه خالص ولا عم بيشتكي منه ولا بيشتكي وعنده البريكوسين. Sometimes يجي العيان بـ infertility. حط في دماغك. لو في حالة infertility من infertility وعنده بريكوسين ما حطش إن ده سبب ده. إلا بعد ما استنفذ كل الطرق. لأن البريكوسين rarely causes infertility. لكن لما يجي لي عيان عند الانفيرتيلتي وعملت له فحص للتستس وعملت له السبيرم وعملت سبيرم مش عارف ايه والهرمونات بتاعته وكل والثيرويد فانكشن مش عارف كله ولقيت كله نورمال راجل نورمال
ولقيت معاه مين؟ فاريكوسين، اتهم الفاريكوسين. اتهم. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ بس لو كان العكس يا دكتور، اذا كان واحد اصلا انفرتايل ممكن انا اشك انه هذا معاه فاريكوسين؟ لا. لا لا دي حجه لما ما الاقيش عنده حاجه خالص ولا عنده فاريكوسين ولا عنده فاريكوسين. ويوجوالي العيان بعد ما بتعملوا له عمليه الفاريكوسين بيخلف. ومع ذلك ما في علاقة. مش فيها علاقة. أنا عايز مش أول واحد ما يجي لك عنده الفرتيلي وشفت عنده فاريكوسين، لا الفاريكوسين هو السبب، لا. الفاريكوسين أحد الأسباب، لكن آخر أحد الأسباب. آخرها خالص، لما أغلب. ليه؟ لأن الفاسبيرالتي بتزيد. فالضغط على التمبريشر بتاع التستس. فالسبرماتوجيسيس ويل بي هندر. افكتد. عشان كده سبيرم كاونت الاقيه واطي، وعشان كده يجي له انفرتيلتي. هو ده سبب في الفيرجوز فيز او في الريكوسيد. طيب واحد راجل جاء قال لي يا دكتور انا كنت كويس زي الفل، فجأة من اسبوعين لقيت الليفت سايد بتاع السكروتم بتاعي نات هانجنج داون، نازل لتحت وعليه حاجه زي ايه الديدان كده على المول بتاعه، واحيانا بيجي لي الم وانا ماشي اكشف عليه الاقي فين فاريكوسين، اعمل له الترا ساوند فاريكوسين. طيب جالك من اللي 2 ويكس وكمان الدكتور بيزيد بروجريسيف، يعني الاسبوع اللي فات كان نص ده، كبر بقى ايه دلوقتي كده كل يوم عن يوم بيزيد بروجريسيف. كلمه بروجريسيف دي لما بسمعها اخاف، اخاف جدا، لان وراها مصيبه. اي ديزيز بروجريسيف ان نيتشر عمال يزيد يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، اخاف واقف انتباه واحترم. العين ريسن فاريكوسين، ريسن ده بقاله اسبوعين بس يا عم، وبعدين بروجريسيف بيزيد كل يوم عن يوم يزيد. وفي الليفت سايد اذا لقيت الثلاثه ده هم لازم اكشف على الليفت. لان الليفت كيدني يحصل فيها كارسنوما اوف ذا ليفت كيدني. كاركترستيك للكارسنوما اوف ذا كيدني ان الكانسر سيل بتمشي في الفين، هتحتاج الفين وتمشي في الفين وتسد مين؟ الفاكهه. عشان كده تعمل لي ليفت فاريكوسين ورابط، لان ده كارسنوما، كانسر سيل، وبيزيد عن بروجريسيف لانها سدت الطريق اصلا خلاص. فلما الاقي المنظر ده اشك في ليفت كيدني واعمل لها انفستيجيشن، ممكن يكون في كارسنوما اوف ذا ليفت كيدني بيسموها ايه؟ هيفتوها هايبرنفروما او رينال سيل كارسنوما. كاركترستيك ليها ان بتنفيد الرينال جيت ايرلي وتيجي ماشيه في خلايا في الرينال جسد ده، وعندها الليفت بريكوسيد ورابدي اكيوميتد و و و و و و و و. ليه البريكوسيد اكتر في الليفت سايد؟ اسباب كتيره. ما تفرقش بصراحه يعني، محدش هيقول لكم، مش هتيجي كيس يقول لك ليه ده طويل؟ عشان ده الفين ده اطول من الفين ده، لان القصه دي نزلت قبلها، وعشان كده كل البلاط مش عارف ايه وايه وايه. دي راحه في رينال فين اترايت انجل. فالبلاد فلو بتاع لينا البيت ده هو ممكن يمنع او يبيد الفينس الباب اللي جايه من هنا، زي ما يكون في شلال ماشي بسرعه في الهواء وفي قناه صغيره داخله فيه. الشلال ده اللي ماشي بسرعه ده ممكن يمنع ان البلاد اللي جايه من الحته ده يدخل في لينا الفينس او درين. عشان كده مور كومن اتصال يعني كذا سبب تظبيط مش معانا.
مش لكن اعرف البيس بتاعي. وسيفير اجونايزنج بين الطفل بيصور وليه من الناس عليه والم في التستس اي واحده فيهم رايت ولا ليفت؟ ليفت ممكن في الرايت ممكن في الليفت لكن كاركتيستكس سيفير بين واكيوت بين اجي اكشف على الطفل ده ابص الاقي المثل لو هي في الايه المفروض الرايت سايد بتاع السكروتم ده اعلى من الليفت ابص الاقي العكس الليفت سكروتم عالي وقليل وده نورمال ثانيا التستس ابص الاقيها هاي بدل ما هي نادر المفروض تستس اهي والسبرماتيك ابص الاقيها هاي والسبرماتيك كورد عليها عقد لافف وحاسسها وسيفير تندر امسك التستس يصور الطفل سيفير تندر وهاي تستس ونقص عقد في السبرماتيك كورد نقص اللي بيسموها تورشن تستس التستس لفت على نفسها يعني ده السبرماتيك كورد اهو والتستس اهي كانت التستس لافه على نفسها لافه على نفسها فعملت العقد اهو ولما تلف وتعمل عقد لازم ده يقصر فلازم تطلع لمين؟ لفوق ده السبرماتيك كورد لا ايه؟ الحل ان يفك هاي ولا ايه؟ الحل ان يفك هاي ولا ايه؟ مش مهم المهم عرفت شكل المنظر لازم اعرف المنظر ده والاكزامينشن هلاقي فيه نقص وهي تسس هاي اب وسيفير تندر امسك تسس تصور كل يوم الناس عليا دي تورشن تس لفت لفت يبقى اتقطع البلاس اوف بلاد اول ما يتقطع البلاس اوف بلاد سيفير بين لفت دهيت معناها اكيوت اوبستراكشن طبعا لفت على نفسها التسيبرا ارتري اتقفل لفت عشان كده جه سيفير بين عشان كده نمره واحد لو انا عملت اكتر ساوند دوبلر دوبلر ساوند شوف بلاس بيسل دوبلر بيسموه دوبلر اكتر ساوند دوبلر اكتر ساوند هلاقي ديس زي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش بلاس ليه؟ لان الارتر بتاعها اتقفل والفين كمان اتقفل فلا مفيش بلاس ده انديكيت ان ده تورشن بيسلس ادي حاجه الحاجه الثانيه العيان ده هو لازم اعالجه وزن فور to 6 hour من الانسب بتاع البين otherwise لو تأخرت this is will die انتهى خلاص اثنين هتو تيست زون ده هتو تيست زون ده لا مش اللي حصل لها فيها تورش عشان كده تريد بتاع التورش التستس لازم وزن 4 to 6 of تورش تورشن تيستس او تورشن لكن هو ايه 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 الصغر بس تيجي للصغار ولا عادي تيجي للكبار؟ لا يوجوالي الطفل ليه بقى 10 سنين و15 سنه عشان بيتحرك كتير وبيلعب وبيطلع في الشوارع. طول في الشوارع، لكن لو جبت واحد كبير طول النهار عايز في البيت.
هيجيله توشن ازاي. لكن ده انا عمال اتنطط ويك لويك وهنا وهنا والاخر ويعمل دوشه ويعمل تلس لسه تيجي لفه لفه وخلاص يجي يصور تاني. دكتور ايش علاجه؟ نمره واحد الرايت ديستس لما بتلف بتلف مع قلب الساعه كلوك وايز. الليفت ديستس لما بتلف بتلف انتي كلوك وايز. انت بتحس بايه النقص وبخبرتك بتقولي هي لفت ايه كده ولفت كده ولفها عكس ملف يخف العين على طول يعني كل بين يكون لو شخصته غلط طيب ارجع الف زياده كده. وذلك عايزه واحد خبير يعني يمسك العقد كده يعرف اه دي لفت كده يجي لفتها العكس. لو لفيتي معاها البين يزيد ده يندكيت ان ده غلط يعني ممكن طفل يتقام ضرب الالم حرام يعني اول ما يضربك تعرف انك ماشي غلط تيجي عدل الناحيه دي. لو الثانية ما حدش كده؟ ها؟ إذا الأولى الثانية ما حدش كده؟ لا أنا لو لفيت كده وضربت أجي لافت الناحية أول ما فكها خلاص انتهى. بس لازم أثبتها بعد ما فكها. ما هو مش معقول أفكها خلاص وانتهى وأقول له روح يروح يرجع تاني ويلعب ويتنطط ويرجع لي أنا عيني أنا فاضي بقى. هو يتنطط ويجري ويصوت لي وأنا إيه؟ أعدلها من ناحية التانية. لا فلازم أثبتها فكها عشان ما يحصلهاش الكرنس تاني. الكرنس هيحصل حاجة. فدي حاجة. لازم within 4 to 6 hours otherwise irreversible damage of the thesis will occur. ادي ده التورشن تيست. التورشن تيست. ودي هي تيسس ايه in general. أهم حاجة البارا اوبتيك ليمف نود. اللي فاتت رينج بتاع السكروتم في السوبرفيشال ان وان عارفين السوبرفيشال ان وان ليمف نود؟ الميديال جروب السكيم بتاع السكروت. لكن التستس برا اوبتيك ليمف نود. طب جالي عيان جالي عيان راجع عنده 55 سنه وبعدين بعمل له الترا ساوند في الابدومين لقيت برا اوبتيك ليمف نود كبار برا اوبتيك ليمف نود كبار. خدت منهم بيوبسي الترا ساوند كايتون بيوبسي طلعت كارسنوم اوف ذا ديس. مش مهم الاسماء عشان ايه ما خدتوش انتوا الاسماء بتاعتنا. جيت على التستس كشفت عليه لقيت فعلا في كارسنوما اوف ذا تيست ماس وهارد ماس وفيكسد ماس في التستس موجود. ببص الاقي في الانجوينال ريجن لقيت فيه اللارج ليمف نودز. خدت منها بيوبسي طلعت نفس الكارسنوما بتاعت البارا اورتيك ليمف نود. كيف يحصل هذا؟ لماذا يحدث هذا؟ لماذا يحدث هذا؟ كيف تفسرين هذا؟ ايه؟ شو ممكن تتكون؟ ليه انت حصل لك كده؟ صاب البق؟ ليه كده؟ ما هو مش انت بتقولي كلام كتير وكويس صحيح كله غلط بس كنت بتقول انت ساكت. انت حتى السكروتم فيها كانسر. ايه؟ انت حتى السكروتم فيها كانسر كله مع بعض. اقول يمكن السكروتم كمان فيها كانسر؟ تسس فيها فيها يعني. نفس الكانسر؟ يعني تسس على فكره الكانسر بتاعها كاركترستيك. حاجه اسمها سيمينوما كاركترستيك. مالكيش الا في تسس بس. فمش معقول كده. ها كده هو رايح كده على الفرع وردي كده هو صار يمكن ال هو الكريتونين والينازي صح؟ الينازي مع التشخيص قولوا عادي وغلطوا عادي ما احنا كلنا بنغلط عادي ما فيهاش مشكله ما فيهاش معاك قولوا بس قولوا قولوا عادي دي اكتر شيء يمكن كارسنوما اوف ذا تيستس وعملت انفيجن للسكروتم. دكتور كان ده مش هي في السكروتم؟
عملت انفيجن للسكين، دخلت في السكين عملت انفلتريشن. فوانس انفلتريتد ده رايح لمين؟ للانجوين. هتبعت الانجوين يبقى بقى بره اورتك والانجوين اللي جه ان الكارسينوما ده تسر هاد انفلتريتد ذا وول اوف ذا سكرول. التايبس على الهيدروسيل، التورشن تيستس، من الحاجات المهمه. الفاريكوسيل فيري امبورتنت، من الحاجات المهمه. اللي انت تدريس على تيستس فيري امبورتنت. يعني ايه الحاجات اللي هي ايه؟ الفانكشن بتاعت السيلز مهمه، اللي هي في السيلفرس كيبيوت مهمه عشان تعرفيها. ويعني يعني ممكن يعني ايه تخمني الاسئله الانجليزي حاجات افضل بس هي حاجات كلينيكال سيناريو كيس وحاجات زي كده. اوكي شكرا.